انفجار عنيف يهز برجا من 54 طابقا في قلب العاصمة المكسيكية مكسيكو ويخلف 25 قتيلا على الأقل وحوالي 100 جريح بسبب تراكم للغاز في إحدى غرف التجهيزات الكهربائية حسب بعض أعوان الإنقاذ. البرج الذي يحتضن مقر شركة النفط العامة المكسيكية بيمكس التي تعد رابع أكبر شركة محروقات في العالم تعرض لهذا الحادث عندما كان عماله يهمون بالخروج وقد أحدث الانفجار هلعا وفوضى. رأينا الانفجار والنوافذ التي تحطمت متناثرة على الأرض وواجهت الأمر بشجاعة. قاموا بإخلاء البرج أما أنا فقد بقيت عالقة في المصعد وهذا ما أخافني. بقيت حوالي ساعة. قدمي يؤلمني بعد نزولنا على الأقدام من الطابق 28 أو 26 وقد فعلنا ذلك بتأن لهذا السبب. عملية الإنقاذ متواصلة رغم مرور ساعات على وقوع الانفجار حيث يجري البحث عن قتلى أو جرحى تحت بوكام مما يرشح حاصلة الضحايا للارتفاع. الطوابق الأولى من البرج تبدو الأكثر تضررا من الانفجار الذي وضع السلطات المكسيكية في حالة استنفار ورئيس البلاد وعمدة المدينة سارع إلى تفقد مكان الحادث للوقوف على حجم الكارثة.